ربنا. بعد نحو شهرين من إجراءات العزل الصارمة لمنع تفشي فيروس كورونا، تمكن الإيطاليون أخيرا من الخروج إلى الشوارع وتناول قهوتهم وإفطارهم الطازج تحت أشعة الشمس من مطاعمهم التي اعتادوا عليها. فمع رفع الحكومة جزئيا لتدابيرها الاحترازية، بدأت المطاعم في بيع الوجبات الجاهزة لروادها في ظل إجراءات مشددة. يمكنني أخيرا تناول الطعام مرة أخرى من مطعمي المفضل والذي يشتهر بتقديم الكرواسو الشهير. إنه من أفضل الأماكن التي تقدمه في روما، إنه طازج وليس محفوظ. ويسعى الإيطاليون لاستعادة حياتهم مرة أخرى وتجاوز فترة العزل المنزلي وحصار الفيروس لبلادهم، بينما شعر أصحاب الأعمال الصغيرة بالسعادة بفتح أبوابهم مرة أخرى. نحن نحقق 10% فقط من المبيعات التي قمنا بها قبل تفشي الفيروس. على أي حال نحن نحاول، هناك الكثير من القيود والقواعد وهذا يجعل الأمر صعبا ويسبب لنا الكثير من المشاكل. ومن المتوقع أن يشهد ثالث اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ركودا بنسبة تتراوح بين 8 و10%، بالإضافة إلى أن ملايين الموظفين مهددون بفقدان عملهم في ظل توقعات بأن يتجاوز الدين العام 155% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم رفع القيود جزئيا، لكن البلاد ما زال يسيطر عليها شعور مختلط بين الارتياح للحصار الفيروس والقلق من تعثر الاقتصاد في ظل الصدمة الكبيرة بسبب ارتفاع أعداد الوفيات.